قديش عندك يا عدي على البث؟ أول إشي قبل ما نبلش بدنا نصلي على النبي ونذكر الله أحسن من كل إشي. فاتوا على البث عندك؟ هاي بلش اللايف، هاي أول 5 6 7 اللايف. شيرونا على قد المحبة يا حبايب القلب، والله يسعد مساك عمو بحياري. حبيبي حبيبي. اليوم سيدي. طلبنا من العمو بحياري خص نص لجماعة الفيسبوك بث مباشر بمغامرة كثير قوية عن طريق خريطة. ما راح انا اشرح شيء هسه، راح خلي العمو بحياري، بس العمو بحياري يقول ارفعوا البث، ارفعوا البث يا حبايبي عشان الكل يسمع. ما شاء الله صاروا 50 على اللايف. يسعد مساكم يا حبايبي، اليوم بث مباشر نجيشنا الحبيب الفيسبوك لكل جميع التواصل الاجتماعي، كل احترام لكم حبايبي. اليوم بث مباشر، اليوم رايحين نشرح لكم عن شغلات مهمه جدا من العلامات وين بتوصلنا بمشيئه الله، ونثبت العلامات وين بتوصلنا، ومعنا كمان خرائط بمشيئه الله. لكن اليوم بدي البث يا حبايبي بدي يصل 10,000. ولعوا لنا اياه، ولعوا يا حبايبي، بدي جيشي يتفاعل، وخلينا نشوف مغامراتنا على ارض الحدث مباشره ان شاء الله. قد ايش صار عندك يا عدي؟ طبعا اخوي حمزه بقول لك منور عم ابو حياري حبيبي. عدي عدي عشان المغامره تقراش تعليقات ان شاء الله، عشان بدنا ننزلها على صاروا تقريبا 150 150 شيروا شيروا يا حبايبي، شيروا على الألف جماعة الخير، على الألف. العم ابو حياري بيطلب منكم طلب اخوي على الألف، راح يبلش هسه بالبث المباشر ان شاء الله. طبعا يا اخوان قلب الحدث للمغامره تبعتكم، وزي ما وعدتكم العم ابو حياري في لكم مغامره بث مباشر. ما دام الشغله بيصل بيها نت يا حبايبي، راح انزلكم مغامرات بث مباشر لكم. طبعا يا اخوان فتحتنا للبث اليوم، في ناس كثير بتستغل قنوات وبتفتح قنوات على اسامينا، وبتطلع قنوات واحنا قناتنا بتضل زي ما هي. فيا اخوان احنا ما عندنا قناه غير اسود البر وسند المقنع على الفيسبوك، على اليوتيوب في عم ابو حياري مغامرات اسود البر، اسود البر تمام. السناب نفس الاشي، العم ابو حياري اسود البر. باقي الصفحات احنا ما بمثلنا ولا باشي، ما حدا يسالنا انه مغامر كذا المغامر كذا، احنا ما إلنا بحدا، كل واحد يمثل نفسه. صح يا عم ابو حياري؟ نعم صحيح. احنا ما بنمثلش غير اسود البر. نعم صحيح. قد صار عندك على البث؟ قربوا على 200 على 200 شيروا 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 يا حبايبي، خلنا نشوف مغامرات على حقيقتها يا اخوان. شوف اليوم كيف الشير كم من شهر، اليوم بدام هو النت واصلكو، اليوم مغامراتنا على ارض الحدث مباشره. بلشوا شيروا الشباب طيبه، شيروا يا حبايبي. اذا بوصلوا 1000 بنكمل ان شاء الله. اخوي عبود ابو محمد وريهم العلامات تحت. طبعا يا جماعه الخير زي ما انتم شايفين في علامات امام العم ابو حياري، فراح اشرح لكم عنها وراح اشرح لكم عن المغامره من قلب الحدث الان. بس يا اخوان قبل نبلش المغامره تبعتنا نطلب منكم الشير على قد المحبه. طبعا العم ابو حياري طلب منكم طلب اخوي عشان يبلش المغامره على 1000 اللايف، هاي صاروا 300 يابا. 300 يلا هانت هانت، شيروا 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 يا حبايبي، شيروا على الجروبات على الجروبات. هاي صاروا 25 30 واحد صاروا مشيرين، عافية عليهم عافية عليكم جيش الحبيب. فيسبوك كل التحية لكم، اليوتيوب كل التحية لكم، سناب كل جيشي كل متابعين على راسي، كل احترام لكم جميعا، بحييكم من قلب الأردن لكل متابع بتابعني، انتوا على راسي كل احترام لكم. اليوم العم ابو حياري راح تشوفوا مغامراته على حقيقته، كونه بينت بالمكان هذا، راح اصور مباشرة بث مباشر بيني وبينكم كونكم موجودين معي بالحدث. يلا قربنا يا شباب على 400 على اللايف، يلا يا اخوان على قد المحبه على قد المحبه، شيروا للعم ابو حياري. المشكله العم ابو حياري معي على 300 يلا نقول يا رب شيروا، وان شاء الله غير يا عمي يقوى البث وخلاله وانت تشرح. قول يا رب، قول بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخوان حبايبي يسعد مساكم جميعا، طبعا احنا نمشي على خرائط، وهاي الخرائط بتشيرنا على مواقع كثيره. اليوم راح اشرح لكم بعض الخريطه اللي معاي وين وصلتنا، وشو العلامات اللي بتواجهنا، وين بتوصلنا العلامات، وكيف نصل اهدافنا بمشيئه الله. الكل يركز معي يا حبايبي، نقول بسم الله توكلنا على الله. اليوم يا حبايبي صوري لهم هون يابا، هيني انا بصور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا اخوان انا عندي هون زي ما انتم شايفين عندي 3 جروان، يعني عندي 3 مواقع موجودات على هاي الصخره، هذول بشيرن على مقابر تمام.
الآن عندي علامتين، هاي واحدة وهي واحدة. الآن أنا عندي العلامة الرئيسية الجرن هذا بيشير على قبرين مباشرة زي ما أنتم شايفين، عندي علامتين هاي زي نظام السبعة اللي جايات شايفين هنا يا حبايبي. هاي واحد اثنين بيشيرن على جرنين، جرنين هذولا أيام الحضارة التركية أو العثمانيين بشكل عام مشان الكل يركز. هذول مقابر تحت باطن الأرض، العلامات هاي بتشيرني على المواقع بمشيئة الله. هسه الآن أنا هون عندي هاي واحد هاي اثنين، الهدف الرئيسي اللي بوزع على الجرنين هذول يا حبايبي، الجرنين هذول يعني قبرين. الآن بقول بسم الله توكلت على الله مشان الكل يركز. ادلمها يا عمي هاي دقيقة، لا بدي أخذ القياس بس. طبعا أنا عندي هون 5 سنتي، صليت على النبي، الخمسة سنتي للجرن هذا، وعندي هون حوالي سبعة هون. هذا أبعد، أنا عندي هسه عندي موقع بشير على الموقع هون، وعندي موقع بشير على هون. أها عندي تثبيت. أخوي علي بشكرك على الدعم اللي دعمته للعم أبو حياري، وشكرا لكم جميعا. الله يعزكم جميعا. طبعا أنا عندي هون محمد. آه عمي. بدي تركز معاي أنت بالذات، وخلي عدي على الكاميرا. تمام. وراك مباشرة. حلو. الآن أنا عندي 5 متر، بدك تاخذ 5 متر بالمنطقة هاي، لازم يطلع عندي هدف جرن قبر. قبر. طيب قبل ما نتحرك. نعم. ونعمل اي شيء اشرح لهم انه هذا الجرون هاي بتشير الى قبر. طب شو توابعها؟ كمان توابعها هذا على قبر بشير الجرن، بدل ما هو بي جرن طلع عندي تثبيت. حلو. من العلامة هاي للسهم هذا اعطاني هنا اسل اتجاه هذا قبر، اسا لازم يصادفني جرن موجود غاد بالتثبيت للقبر. نعم. حلو. زي ما شرحنا يا حبايبي مشان تكونوا بالصورة، وانتوا اليوم على البث كونكم موجودين معانا وزيادة. عدي 5 متر هيك اتجاه هذا السهم. بسم الله. هناك خذ كشافك، قول بسم الله. أربعة خمسة في فحرة. حفرة؟ آه. تعال 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 يا عدي. يلا يا أبوي. كشف معك منيح علي؟ اه نعم. بسم الله. نقول بسم الله. طبعا زي ما انتم شايفين يا حبايبي هاي بي حفره، الظاهر انه بي واحد جاي بالمكان هذا يدور على القبر مش لاقيه، لكن هدفنا الجرن مشان اقدر احصر على المكان واحدد القبر وين بالضبط، وعن طريق السيخ بعطيني الفراغ. محمد بس معلش والله تجيب لي مجرفة. يا يا حبيبي. عمي على رجم صح؟ هذا كمان؟ اياه. فوقيك رجم؟ اه رجم. الان هذا الرجم بشير على مواقع مقابر تحت باطن الارض على قبر. وقبر بيجي منه غاد بالاتجاه هذاك يا حبيبي. عشان تكونوا بالصورة كيف العم ابو حياري بيصل العلامات وبثبت العلامة 100%. هات مجرفة. بسم الله. اعطيني محمد هون 5 متر لهون. لهون اعطاني لهون لهون بالضبط. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن رجلي يكون اكثر او اقل شوي؟ بسم الله احتمال يعني. امسك خلهم يشيروا عدي. مالك؟ انا طبعا قاعد بصور. امسك السيخ هذا محمد لا يضيع مشان نقدر نفحص. يا بيت يستمتعوا مع العم ابو حياري بالشرح تبعه. هذا تراب، هاي صخر. هون قلت لهون صح؟ لهون اعطتني يعني هون هون هيك لهون؟ اجري هون اجت. طيب هذا ايوه يشتغل. ايوه طبعا النت يابا قاعد بروح وبيجي. ارفع بس خليك يابا، خليك رافع التليفون. فرج فرج. يلا تمام فرج. طلع محمد. اه عمي جرن. تفرجوا يا جماعه الخير. ركز يا عمي ركز معاه. قرب لا راح ينقطع النت اذا غمق الجهاز لتحقق الارض. شيروا يا اخوان على قد المحبه يا اخوان. كبسوا القلوب الحب اللايكات يا اخوان اللي بتعطونا اياها على اللايف. طبعا ترفع اللايف على اكبر مساحه ممكن للعالم. شايف يا محمد؟ اه هذا هو الجرن. اه ايوه هي بالصخر. شوفوا يا اخوان كله بعيونكم قدامكم. هذا كله صخر
جنبي شايفينه؟ ها بسم الله ان شاء الله يطلع بي شيء. ها ابي شيء بسم الله يا رب. كله طين. بسم الله. شو؟ شو ها؟ هات هات كشف هات كشف عشان الحق. قربها قربها عليك. جواته شيء؟ خليه والله ما انا خليه خلي خلص حطه هون. امسك لي اياه هيك. هات اعطيني. خليه هون. كم انتم عارفين شيء شو هذا اللي والله ما عارفين. كم؟ والله فاضي ما بيهوش الان يا اخوان. هاي الجرن طلع لنا بالصخر زي ما انتم شايفين. الاشاره شارتني على جرن تثبيت انه تحتيه قبر. حلو اعطيني السيخ. وين السيخ؟ الان خلينا نقيس الهدف. لا بطلع هون يا بطلع هون يا بطلع هون. المهم تثبيته هون. حلو الان هدفنا هون بالموقع حاض ما بتعدى الاحجار هذول. نقول بسم الله. اي هذا رجعني هون. خليك خليك معه عادي خليك هون عشان النت بدي اشوف ان النت يا جماعه الخير. السيخ لحاله بيتحرك شايف كيف؟ هدفنا هون. هدفنا مش هون صار. انا الان فراغ اعطاني هون. طيب المكان هاب. يعني هو يعني اللي طايل تراب حاطه هون؟ اه باقي يحط تراب على الموقع اللي بيدفن هون. باقيين كيف يحطوا تراب هون؟ هسا جماعة الخير اللي باقيين يشتغلوا هون اللي فهمناه من العم ابو حياري باقي يشتغل غلط. لا نعم. هسا هدفنا هون. جايب المكان هاب، اعطاني فراغ بالمنطقة هاي. المنطقة هاي هيك نعم. يعني؟ طيب تعال يا محمد تنزل معي تساعدني. يلا هسه هذا الجرن هون بيلزمناش نسكر عليه. اه عدي بالله عمي زيح بس بعددنك بس خليه يقرب الكاميرا عليه عشان ناخذ سكرين عليه. طيب طبعا جماعة الخير زي ما انتم شايفين خلص. يلا قول يا رب. بسم الله بسم الله. عمي زيح انا بس اعرف شيء روعه قد المحبه. اترك يلا قول يا رب. محبين مغامره اسود البر طلعوا. لا خليه هون خليه. بدي ادزه لورا عشان اذا بي حجره كمان صفر. طيب اعطيني. شكله طمم كثير مطلعين هم. بس ان شاء الله ما يكون فاتحين يا عمي. لا بس اعطيه عادي. انا اللي مشتغل هون غشيم. طري طري يشتغل بس هيك شو هيك عشان اقدر اصور الصفحه. لا هش ايش لا احنا بس فاس واحد ومجرد عندنا صح؟ اها طيب ارمي محمد فوق الحجار ها ليش من هون عشان نقدر نتحكم بالمكان اللي موجود هون تحت بعض الارض. شو هذا؟ شو هو؟ هذا فخار قطع فخار هيو فخار فخار. اطلع لفوق شوي بس خليني ابحث لك اياها. مش عارف في صوت فراغ. صوت فراغ؟ بوظفت انا. وين المترفه؟ وين رميناها؟ هي عند محمد. محمد والله تسحب التراب لورا. ايوه اسحب واسحب لي من هون يا محمد. شو؟ لسه تمام كله تمام.
تأكد يا عمي. اسحب. يا رب يا الله. ليش؟ ها؟ حلقة هاي. قيم ضف لي اطراف هذا يعني ضف لي اياه. هاي بلاطة صح؟ بلاطة ضف الكفة. ايوه. جبنا مقنسه؟ لا سيارة بلاطة شكلها. نعم صحيح بلاطة صح؟ اه بس بلاطة كبيرة مبينة عليها. طحت بلاطي. نظف طلع يا محمد هيك هيك يعني. اجل صادق محمد عادي بس اتعب اقول لك ريح. عم ابو حياري محبين مغامرة وصيد البر شو تطلب منهم؟ بطلب منهم كل احترام والطيب والمحبة لكم يا حبايبي ويسعد مساكم. ترى انتم منورين البث ودائما بدي اياكم تشيروا البث يا حبايبي. وهي مغامرات بعملها لكم ولجيش الحبيب الغالي على القلب وانتم غاليين على قلبي ويسعد مساكم جميعا. وهي مغامرتنا زي ما انتم بتشوفوها على حقائقها وعلى مواقعنا اللي بنخشن والمناطق اللي بنغامر بيهن واللي بنكتشف العلامات والاشارات وين بتشيرنا وشو اللي بيصادفنا يا اخوان من عمال الارض. يا اخوان المناطق اللي بنفوتها مرات خطره بتكون كثيره من الرصد من عمال الارض بنتواجه كثير. والحمد لله احنا دائما متحصنين بذكر رب العالمين. لكن دائما احنا بنحب دائما دعوتكم تسندنا بتطلعنا من كل ضيق يا حبايبي. ضيقتنا يوم من الايام تسمعونا يا اخوان. ها شو؟ شو؟ لسه ما بفهمش بلاطه. حمايه كبير شو تطلع؟ ايه طريزه. ها؟ اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الارض قاعد تبخت. ارجع لورا شوي، ارجع. دقيقة. هي بختت من هون يا. دير بالك. ركز يا عديك مرة. ما عليك. دير بالك عمي يديك. بيصوت. وين المي؟ اعطيني المي. اعطي مي التحصين. بسم الله. سمو بالله. خليك واه. بسم الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ترى بريحة. بريحة صارت تظهر. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يربيك رش عليك. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. امسك سمح الله صار الشيء رش علي. بسم الله يا الله. حصل نفسه شو يا الله. دير بالك عمي. بسم الله ليكون فخ. الريحة مش طبيعية. شو أعمل لك؟ شو قول لي؟ بسم الله. هذا كبير منك. صخرة كبيرة. أجيب البنسة؟ في معنى حديدة. البنسة نسيناها. في معنى حديدة كبيرة. معنى حديدة أجيبها؟ دقيقة بس خلينا نطولي حواليها. نطولي حواليها يا أخي محمد. بسم الله ها؟ يا زمان سهلة هاي. دير بالك تقعد. دير بالك. ركز انا بس اشوف وش شايف. انا خايف من كوبي فخو. اعطيني طو هيك. اوبا. ها ايوه اسحب. هذا بير ولا شوي زنايزر قبر. قبر ولا بير؟ داري كيف هو قبورهم؟ بيار انا ما عارف. شو هسه؟ هذا الحجر هذا. تقدر تجيبه؟ يبي حجر هذا. دير بالك شوي. اسحب. خايف عمي يكون مبحوش. لا انه ما بطلع معك جدوع وورق. شو اسمع هذا شو هذا؟ شو هذا ملزق ببعضه غير انه ملزق بالصخره الكبيره يا زلمه. اوه ارفع معك. امسك لي كشاف خليني اشوف بقدر اقلب. والله خمس زلام بقدر اقلبه. ساعدني محمد. بسم الله تخرج جماعة الخير. ياي الريحة. صور عدي. طيح فيها طيح. خاف ان النت ينقطع. زي ما انتم شايفين يا جماعة الخير ما بعرف. اوعى. بسم الله. يا الله.
زيح رجلك خليني اقيم جنوبك واطلع فوق انت يلا دير بالك حط عليه حجر عم يحط عليه هذيك الشريحه خليني احط هذا الحجر لا ذا شي قاعد علينا وش حط هذا الشبيحه عليها ايوه حتى يا اخوان الصخرة كيف مقصوص قص اليد دقيقة بسم الله دير بالك في شيء اسود شفته بسم الله سمو بالله بسم الله يا رب يا رب انك تحمينا يا الله امسك دقيقة عمي دقيقة لا تنعجقوا شوي شوي سمو بالله وايدك كيف شبايح يا رجل شبايح ما هي لسه قاعد بقول للمتابعين بصراحهم والله ما انت شايفين في صخر كبير ساعدك؟ اي يا محشور خليه بمحله تبت وتنزل فاضي جوا سمي بالله يا عمي بسم الله على بركة الله قبر على قبر شايف قبر بس التراب نازل تحت طيب خلينا انزل بيه يلا انزل دقيقة بس ديش هذي ناس حركوا بينزل على راسي دير بالك لو نزل هذا بفغشني بموت شو نعمل؟ بعيد الشر عنك ابو حياري دير باكو يعني ها ناس بيكو حرك يجروا حط الفاس ها؟ ركب الفاس عليها ركب الفاس عليها خلي سند بين هاي وهاي ركب الفاس عليها طيح من تحت وركب الفاس عليها بس بدكش تقربوا هون لا مش راح نقرب فكر يا الله اوعى يا عمي تحط ايدك عليه عكسي سمي بالله بسم الله يا رب. مي. حصنت نفسك وحصن المكان. هيا هيا مي مي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب انك سعد. بسم الله. بسم الله. عضولي قدامي. يلا. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان. بيتنا 500. إذا هذا وقع بنزل بفغشني بموت تحت. لا بعيد الشر. يعني هذا قبري. بعيد الشر. سامحوني يا اخواني إذا ما رجعت. لا يا عمي. إن شاء الله يزن. إنك مسافر يا تودي أبي. إن شاء الله يزن. فكنا من الفال مش كويس جد بدي يركز التصوير دير بالك ها يلا عمي زي ما انت بدناش نحرك شيء تمام دير بالك قبل زي ما انتم شايفين يا اخوان هسه عشان اعطيك التلفون تطيحه معك طيب دقيقه خليني بس اوسع شويه من التراب وسع عشان واقطع عندك اعطيك المجرفه بسم الله بساعه اثنين دير بالك ها يلا بسم الله شو عدي اه يا ابوي شرط تنزل اي تراب من الساحل لا يا ابو انا بعيد وقف وقف مش مزحه ما انا عارف بسم الله بسم الله هاي فخ تم نكتر الصخره قد ايه صار عندنا على البث فايتين يا ابو على 500 شيروا شيروا يا حبايبي شيروا احلى ابو حياري شيروا بسم الله كل ده مسك ابو حياري طبعا يا اخوان هسه نزلنا التلفون وراح البث تمام نرد نرجع نطلعه ونكمل معاكم اذا راح البث راح نصور على السناب بسم الله لا بس ان شاء الله راح نضل مستمرين احنا مستمرين بقول لك بس اذا انه فصل البث معنا بسم الله بسم الله بسم الله طيح 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 كاميرتك لسه صغيره طيح عمو. لا 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 ارجع هيك هذا هذا ترى عدي يضلوا كارت بدك من حالك وكيف بعد غاد خلص يا بيدي يابا ها خلص يا زلمه خلص محمد والله انا شايف ادعو قدمي عليه يلا ها بعدين خليك 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 ارجع ارجع امسك والله بدي ابعد يا اخوان شايفين كيف الصخر هون اقدر ها مكان هايله طيب شو محمد يا زلمه هاك امسك روح طيح وقف مع ابوك يلا دقيقه اقسم حبيبي اسلقه محمد عمي دير بالك ها يلا اعطيني ضوء دقيقه يلا اخوان شيروا على قد المحبه امسك شو شو يا محمد صور من هون يا محمد صور قدام الناس كيف ما بقى عليه ابعده غاد بس ابعد يا عادي اعطيه لمحمد تفرجوا يا اخوان اعطيني ضوء بس اعطيني ضوء يلا هاك هاك هاي ضوء هاي ضوء اسف والله ها شو غاد ما هاي والحديد يا عمي شو يا عمي فيه تحت؟ ها شو؟ صبرك هي بصبرك يا محمد صبرك بسم الله أنا بي إشي أنا يوم قلت لك على اللايف أنا هون أقسم بالله شفت بي إشي أسود هون كان هون هون بالمنطقة هي وطحت تحت أول ما فتحتوها يوم كان في ريحة عمي عفق هلا طيح الكاميرا بالكنس من البنت دقيقة يا محمد يا
اتوقع والله ما بعرف هذا ايش دائري ما بعرف شو هو سوار عمي بي عظم خليه بمحله حرام انا العظم بديت شرو بس شو هذا يا محمد تفرج هات هاتنا وين وين طب خلينا نقضب نورجي المشاهد انه اللي اذا نزلنا التلفون راح ينقطع البث اثناء التصوير هات تصور لي يا محمد هون امسك 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 طيب كيف حجر مشع او ماضي او ما بعرف هذا يا زلمه الحجر الله يا محمد الزاوية كلها هاي محل العظم نفلتها هسه بنوريهم شو هذا هذا خاتم؟ خليه خلاص بس يطلع ابوك هسه بوري اياه طيب دقيقة شوي وين الحجر رحت فيه؟ بيده بين عليه شو عمي؟ هاك شي هاي؟ قزازة؟ يا الله ارخي ارخي محمد خليه خليه هذا القبر فقير شو فقير؟ مش غني ما في ذهب طب شو طب بطيح لي الكاميرا بالله بشوف يا عمينا اوعى وراسه بس اتاكد لي انها مثلا بتطيح امسك لي بس المي ها طيحها يا رب انه يضل البحر يا رب ولا يوم القبر زي ما انتم شايفين ايخ فصل امسك امسك فصل ها قطع فصل كل ما ينزل التلفون تحت بينقطع دقيقة اول دقيقة بس اسحبك بس خليني احط هذول حط هذول جبتك ابعد رجلك عن هنا محمد طيب هذا يا حمادي هات ايدك هات ايدك دقيقة اعطيني ايدك من هون يلا ها يلا قول يا رب شد اها ادنى شد لا اوعى اوعى انا بقول لك نزل ها الحمد لله على سلامتك يا ريت الحمد لله على سلامتك عمي سلامك زي ما انتم شايفين يا حبايبي هاي المقابر ايام الحضاره التركيه والحضاره اللي مضت قبل 500 سنه و600 سنه اللي كانوا يعيشوا بالمكانات هذ كانوا يدقوا علاماتهم مجرون صغيره ومواقعهم وهاي كانت عندهم عبايدهم كل واحد بموت عنده شغله غاليه عليه بدفنوها عقيده عندهم شو هذا عندهم طب شو هذا هذا خاتم هذا لا تكون مرة المدفونية يا سام إذا مطل بوضي هذا عمي إذا هذا مصدي هذا بطل هذا أنت الحجر بوضي بوضي تكون ذهب يا زلمة أصفر لا لا ها خليه نفحصه طيب روح نفحصه هاي طب هاي بس شو الحديد هذا مش عارف ماخذ معاه طنجرة شو طب هاي شو حلقة ولا إيش هذا بس مصدي كات طب هذا هذا شو الأخضر هذا هيا الأخضر هذا هذا تبعت خاتم تبعت خاتم هاي هاي يابا بتكون يعلم الله انها مرة لميتة مرة؟ مرة انسوارات وهاي بتكون لخاتم إلها طب هاي ذبحة كانت عندهم عقيدة زي هيك كانوا يدفنوا شغلات اللي بتعز عليها يدفنوها داخل قبرها حتى بحطوا معها مي وبحطوا معها محمد بس انا هيك كانت عندهم عقائد زمان اول شو عم يا سنين ننهي اللايف خلص حبايبي ان شاء الله انكم استمتعتوا بالمغامرة ودائما شيروا وانتم ما بتقصروا واليوم كونوا بينت هون وعملت لكم اياها بث مباشر وان شاء الله كمان للايام المقبله اذا كان في بث بعض المواقع زي هيك بصل بيها النت راح اسوي لكم مغامرات بث مباشر كونكم معي وزياده وكل المحبه لكم